وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العراضي، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. مرحبا بك في استوديو مركز الأخبار. مرحبا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. كذلك سعادتك، نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الاستحقاق النيابي والبلدي، هي مرحلة سادسة تكمل ما بدأه المشروع الصحي لجلالة الملك المعظم. صحيح. من مكتسبات تنموية، فما هي أبرز سمات هذه المرحلة؟ شكرا جزيلا، وبداية طبعا تحية جلال وإكبار إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم قائد المشروع الإصلاحي الذي نعبر من خلاله في الأسابيع والأيام القادمة مرحلة سادسة من عمر هذا المشروع. نعم. الديمقراطي الرائد. بالعودة إلى سؤالك، المرحلة القادمة بطبيعة الحال أنها مرحلة ستترجم استحقاق انتخابي سواء كان نيابي أو بلدي. من أهم سماتها بأنها ستشهد بإذن الله منافسة بين الذين يطرحون أسماءهم كخيار للمواطنين ومواطنات مملكة البحرين لاختيارهم أما أعضاء في المجلس البلدي أو في المجلس النيابي. كذلك من سمات المرحلة القادمة بأنها ستكون مرحلة تترجم ما نص عليه ميثاق عمل وطني وما ترجمه دستور مملكة البحرين في نصوصه، وهي بأن الشعب هو صاحب السيادة على هذه الأرض وأن هذه السيادة تمارس من خلال المجالس المنتخبة، وبالتالي سنشهد عرس انتخابي حقيقي كما شهدناه في الفترات السابقة. أتصور كذلك بأن البرامج الانتخابية التي ستطرح في المرحلة القادمة ستكون مختلفة بطبيعة الحال عن المراحل الخمس السابقة. نعم سعادتك، هناك أمل عديدة وطموحات ينتظرها المواطن، وهناك أيضا العديد من الملفات تنتظر المجلس المقبل، فما هي أبرز الملفات التي سيتم طرحها في المرحلة المقبلة، المرحلة السادسة تحديدا؟ شكرا جزيلا لك، سؤال أيضا مهم. طبعا الديمقراطية كما نعرف جميعا هي ممارسة، وهذه الممارسة تخضع دائما للتطور وتخضع دائما لاستحقاقات جديدة. أتصور من في البداية البحرين ستبني على ما تم إنجازه. البحرين حققت الكثير في ملفات كبيرة مثل الملف الاقتصادي، الملف الأمني، الملفات الخدمية، وبالتالي أعتقد بأن الملفات القادمة ابتداء ستكمل على ما تم إنجازه. بطبيعة الحال هناك كذلك تحديات، هذه التحديات تختلف من مرحلة إلى مرحلة، وستشهد أعتقد المرحلة القادمة معالجة لهذه التحديات، وبإذن الله البحرين ستنجح لأن البحرين بها فريق وهو فريق البحرين. هذا الفريق عمل سواء كان هذا الفريق أعضاء في الحكومة بقيادة سيدي ولي العهد رئيس مجلس الشورى الموقر، أو كان هذا الفريق أعضاء في المجلس المنتخب أو أعضاء في مجلس الشورى أو أعضاء في المجالس البلدية أو حتى أعضاء من شعب البحرين في مؤسسات المجتمع المدني أو أفراد. فريق البحرين استطاع أن يتوافق على هذه الملفات، وبالتالي المرحلة القادمة ستشهد مرة أخرى طرح لهذه الملفات، وهي طبعا كما نعرف ملفات لها يعني علاقة بالشق الاقتصادي، بالشق الخدمي، من إسكان وتعليم وغيرها. نعم، نسأل الله أن يوفقنا في المرحلة المقبلة وأن تكون مرحلة مباركة على الوطن والمواطن أيضا. سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك على هذه الاستضافة.